يا جماعة بحب أعرفكم على الأستاذ نوري المخرج مدير الشركة. هدول هنين؟ أي هدول هنين. هون الأستاذ المصور كاميرو. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم الأستاذ كاميرو. أستاذ نوري نحن حضرتنا يعني لبسنا موحد مثل ما أنت حضرتك طلبت من المدام ليلى. إي نعم أنا قلت لها. إي بس هيك صرنا كلنا مثل بعضنا. وما مبين منا الجرسون من الطباخ من مدير المطعم. معلش هلا الموضة الجديدة إزالة الفوارق المهنية. يلا يا كاميرو جهز لي حالك. جاهز استاذ. هل عن جد هذا اسمه كاميرو؟ خلص ما حدا يحكي خلوني اركز باللقطة. انتي الحيني لشوف الحيني. تتركز غيبي هاي. عفوا ما حدا يدخن تفضلي. الحاني عفوا شو ها؟ بلانس يعني صعي ظهرك لورا ايوه ارفعي ايدك شوي ايوه نظرتك لهون على اليمين. لا اخي لحظه فلشت للمخلوقه عمي انت جاي تعمل اعلان للمحل ولا بتاخذها للمخلوقه فتاه غلاف؟ عفوا لو سمحت معلش يعني في شيء هون اخي في شيء هون روح عند الدكتور. عفوا في شيء هون راسي لو سمحتوا معلش لحد يتدخل في شيء رسم هون بدي نفذه. ها تفضلي مدام. ايوه ايديك شوي. اقول لك ليلى الحين انت تفرجتي على شغله. ايه شغله بجنني ارشان صور عنهم لمارلين مونرو وغريتا كارفو بياخذوا العقل دول رح ينطوا على قد مو حلوين. عظيم عظيم. ايه بس تعالي هذول ماتوا يعني كل صورهم قديمه. ايه بعرف انه ماتوا بس هو عاملهم تعديلات على الكمبيوتر طالعين تازه تقول هلا مصورهم. برافو عليكي. وهلا تفضلي عندي مدام. انا اسف استاذ. وهذا المطلوب تفضلي لعندي. ايوه ادفع لك لورا؟ لا 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 ما في داعي. لا قدام ما في داعي ما يشوف في هون. اعطيني ابتسامه ابتسامه ساحره. لا مو كثير اعطيني فيها شويه سخريه. ايوه اطلعي على اليمين اطلعي على الشمال. عم تصور يا كاميرو؟ عم صور استاذ. ايوه كذاب ما كان عم يصور. لكن هلا بيصور. يلا صور. صور يا اخي. صور. طلع على اليمين. يلا صور. برافو عليك. وهلا شرفوا كلياتكم لعندي. كلكم وقفوا صف واحد. شرف عمي شرف. تفضلوا تفضلوا اسرعوا. شامير شامير تعال هون. تفضلوا. تعي هلو هلو انت وقفتي هون شوي لهون. ايوه. قدامي شامل. ايوه اعملوا لي مثل شكل مدرج. انا بوقف ورا انت روح وقف ورا. هو قال وقف ورا الورق قدام والقدام ورا بتوقف ورا عمي. يا ايوه ما تعرف طويل ورا والقصير لقدام. كل مره بتعملها. خلص هدوا شامل اهم شيء دقيقه اهم شيء انت تضل جنبي. لك بدي بعد صوره لعند امي ما بدي اشوفك جنبي. لك بالعكس خلينا نتعرف على بعض. خلاص خلاص يا نجمه يلا يا جابر يلا. ايوه يلا ليلى يلا يلا صور لشوف يا كاميرو. ايوه طلعوا كلكم عندي. ايوه لحظه يبا لحظه هذه صوره عائليه ولا صوره علاء؟ يا اخي عامل حصه صوره في شو تشبيه. يا والله لو سمحتوا لحد كله صار مخرج. ها طول بالك صح معقول؟ تفضلوا عندي. ايوه صور يا كاميرو. يعطيكم العافيه خلصنا هلا شفتوا الطعمونا. بنطعميك كل شيء عندنا كل شيء مأكولات شهية. تفضل تفضل شرف جابر لكني لك ايش بك ايمان روح ظبطنا طاولة على كيفك. ايه يلا تفضل تفضل شرف تفضل تفضل شرف استاذ شرف تفضل 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 الله يعطيك العافية الله يعافيك حيا بدعت اهلا وسهلا يا نعم تفضل واقف هنيك واقف ورا المخرج تفضل تفضل عندي صوروا للمخرج خلاص خليكم كنتم جدا رائعين كلكم كلكم كنتوا تمام الله يخلينا ياك الله يعطيكم العافية. جابر شو بدنا نساوي؟ يا شو بدنا نساوي؟ بدنا ننزل مقبلات والسلطات. طيب روح جيب الطلبات لنحضر الأطباق الرئيسية. حاضر. وأنا شو بدي ساوي؟ شو بيعرفني؟ لا أطلع على غرفتي أحسن. أهلا وسهلا. أمور حبيب شو بتحب تاكل؟ لو سمحت بدي كبي حميص بركة بجبنة ولحمة وبدي سلطة. أخي هدول مقبلات تحصيل حاصيل فوت على القصة على السريع. مش بالرئيسية يعني. إيه يلا بدي
عجي اومليت اسبانيه. شو مالت غير هالاكله؟ هاي لحالها بدها نص صفحه. جابر هات 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 انا سجل. في شيء؟ لا لا استاذ تفضل. الاخ شو يطلب؟ خلص مثله. اي خلص. وانا كمان. عمي مثله كمان. يا ريت نطعم الضيوف الاول لانه ما عندنا اكل زياده. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. بنقدش بمثله. سوسن حبيبتي عاوزك شوي بعد اذنكم، عاوزه شوي لسوسن. شرفي سوسن حياتي. شرف. باذن عمي. تفضل. احنا بيسعدنا وجودك معنا. يا اهلا وسهلا. شرفنا بمعرفتك. يا سلام. يا هيك زباين يا اما بلا. خليني اتصل على ليلى واشوف. الو ليلى. ليلى ما حاولتي تعرفين وين حاط هذا الملصقات؟ اعطيني شوي. ليلى فتلنا الشام كله ما كنا نلاقي ولا ملصق، إيه وين حاطهم؟ ايه مو معقول. سيك. طيب ليلى انت دفعتي له؟ طبعا دفعت له. اعطيته حق الملصقات الطرقيه وحق الاعلان اللي صوره. يعني ما بيقلو إلا دفعة صغيرة. لك يا حبيبي شلون حاسبته؟ لك شلون حاسبتي؟ ما بصير تحاسبي وتعطيه كامل المبلغ قبل ما نشوف الإعلان، بلكي ما عجبنا يا ليلى. هي سيك تحكي معك. طيب خلص طولوا بالكم، هلا أنا بتصل بالشركة بفهم منهم شو الموضوع وبرجع بخابركم. يلا باي. ألو مرحبا. شركة تيتي تيتي؟ تسلم لي عينك، بدي احكي مع السيد نوري. نزل. طب بدي اسألك سؤال، نحن جماعة مطعم الكانوني، الملصقات الطرقية وين علقتوها؟ بالحارات القديمة. طيب، شكرا كثير، شكرا. ألو؟ ها، هلا ليلى. قال بالحارات القديمة. في الحارات القديمة؟ اسمع لك يا اخي شو بالحارات القديمه؟ قالوا ليلى شلون حطهم بالحارات القديمه؟ لك يا عيني هيدول لازم يوزعهم باللوحات الاعلانيه لانه هن موزعين بشكل مدروس، يعني واحد بيعرف الله وين حاطه. اختي خلاص ماشي الحال، مسكي هي خالد. يلا ليلى مع السلامه. يلا يلا شرف نروح ندور عليهم. هي اخرة اللي بسمع من النسوان برد عليهم. تفضل تفضل تفضل. رجل هلكت هلكت. اتكسروا رجلينا يا رجل. الغريبة ان قايل بيحط الملصقات في اللوحات الطرقية المخصصة للإعلانات وقايل انه يدبر خصم، الى الان ما لقينا شيء. اخي اكيد هذا الرجال نصاب، ما في كلام. لفينا نص البلد ولا لقينا شيء. اخ يلا يلا شباب الكانونة لعبة. هذا الإعلان لك ليه؟ شوف نجمة. ليك سبسة. شوف كيف هذا انت. هذا انت شبك عم تفهم. شوف 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 ليلى. ليك عمي هيك العظمي قراصنة. المصيبة الحين شو نسوي؟ هذا اعلاننا. الله لا يوفق هذا اعلان. محمد شو نعمل؟ شايف هدول الجوز اللي هني؟ ايه في معهم اعلانات، هدول عم ينسقوهم. بكفينا فضايح مو هيك؟ يلا عليك. شي نخلصوا اليوم. كل يوم يطلع لك فرقة جديدة، ما معروف لا أصلها ولا فصلها ولا مين متبنيها، باينته كان مربيح. وليك على هالموديلات ليك، يا سيدي أكيد لا صوت ولا صورة هدول. لك مو بس هيك، لك هدول بس يشتغلوا بهالوسط، بشغلوا العيلة وعيلة العيلة، بشغل مرته وعمته وجده كمان. طبعاً أكيد، وقديش بكون حق سعر البطاقة دخيلها؟ ما مسعرينها، ما حاطين لك تسعيرها. يا سيدي لو بيعطوني البطاقة ببلاش بترجوني الفن تطريز. ما بروح تحضروا. ما راح نروح دخيلك. شو مساء الخير يا شباب. اهلين وسهلا. هات لك اوراق من ايدك. خير خير. على السريع لا تناقشني ولا حرفه. طيب خير ليش؟ تعرف مين الصور ومين الاعلان؟ تعرف لمين هات؟ لا والله. انصرف انت وياه. احسن من حسن حظنا. يلا يلا بسرعه. لا من هون روح خذ صور من هون. يلا بسرعه ولك. اوام اوام خلينا نقطع الصور بكفينا فضايح. يلا جدو انا كل يوم طالع بالصوره. معلش يا جدي الله بيحبك بلالك هالشمسة، مالك شايفنا شلون طالعين الفريق الأولمبي؟ يا فضيحتنا قدام الناس، صورنا على كل حيط، لا والأحلى من هيك بتقلي السكرتيرة الإعلان هلا بده يطلع بالتلفزيون. أنا ما راح أشوف شيء، بخاف على البيبي اللي ببطني.
افتحوا لنا التلفزيون شوفوا الفضيحة. لك بدي افهم يا نينة، بس منين هذا كايشتي؟ بابا كان حاطط اعلام بالجريدة. وهي اي البدائل واضحة مثل عين الشمس يا جماعة، شركة اعلان حاطة اعلان، يعني بده مين يعلن لها؟ لحظة شوي اسكتوا كأنه طلع الاعلان. القانوني القانوني عالقانوني محروق وقالب فحمي قالب فحمي من هالدنيا الملعونة ومن هالدنيا الملعونة شوفوا الكبة المدهونة المدهونة كبة حميص ومبرومة ومبرومة كل أكلاته مقبولة وكل أسعاره مدروسة مطعم القانوني أنا فيه مجنونة. العمى الله لا يوفقك يا نوري على الإعلان. كارثة يا جماعة، احنا في كارثة. يخرب بيته قال آلف فحمي قال. ومين اللي كاتب لك هالكلمات؟ بابا واحد اسمه سطوف. ها وان شاء الله اخذ اجرته منك؟ طبعا. اسمحيني اقول لك انت مو غرض تستمي شي بنوب. يعني هذا جزاتي فوق تعبي؟ إلا كان سطوف. يا بابا يا حبيبي شو دخل اسمه؟ بعدين الاعلان مو سيء. هلا لا تجد بيها، اولا فكره الغنيه مسروقه وثانيا كمان فكره الاعلان بتهوي. هلا لبقيتي تناقشيني خلص. يعني لو حطينا خبر بالجريده مو كان ارتب لنا واقدر لنا؟ انا اللي زعجني يا جماعه ان مثل هالاعلان يضرب اسم المطعم من اولها. طبعا انا ما اكون زبون وشوف هيك اعلان بحياتي ما بفوت على هالمطعم، لانه المكتوب باين من اعلانه. انت اسكت نص نصيص، لما الكبار بيحكوا الصغار بيسكتوا. ايوه شايف شلون عماد قاعد وساكت عين الله عليه. بالله شو؟ لا حبيبي ماني ساكت جايك بالحكي. انتوا لا تخافوا حطوا ايديكم ورجليكم بمي بارده، لانه هيك اعلان رفع ما شاء الله بحياتهم العالم ما بينسوه. حيجيكم زباين مثل الكشك، سالوني انا قولوا عماد حكى. اهلا وسهلا. مو معقول يا خالد. خالد نعم نعم لو سمحت استاذ.